حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. طبعا اليوم منورنا ومشرفنا أستاذ من أساتذة الإعلام العرب، طبعا كبير الصحفيين وكبير المذيعين والمحاورين، وهو الأستاذ مفيد فوزي. مساك الله بالخير. أهلا بك. مساء الخير. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني ما شاء الله عليك، الناس تكبر وانت تصغر، اللهم لا حسد. ربنا يخليكي، ما دام ذاتك كده في عينيكي ده يبقى شيء راقي. أكيد. يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا بليالي الكويت. ربنا يخليك. شفناك مش في مغني عراقي اسمه رايح من دماغي، لكن قديم ولا جديد؟ كبير. ناظم الغزالي. ناظم، برافو عليك. يقول لك عيرتني بالشيب وهو وقاره. بس أنا بمدح، أنا لسه بمدح ما قلت شيء. لا لا لا، وأنا معترف بالشيب، لكن أنا رأيي أنه وقاره أكيد. نعم. أستاذ مفيد، يعني أنت ما شاء الله قامة إعلامية كبيرة، عاصرت متغيرات الساحة العربية أقدر أقول كلها. نعم. يعني أكثر من نص قرن وحضرتك في المجال الصحفي. تمام. نبي ناخذ شيء من شلون تقدر خلال أكثر من 50 سنة معتلي قمة الإعلام، اللي هو يتغير بصورة دورية ويومية، والحين صار بالساعة أو بالدقيقة كمان بيتغير. سؤالك دقيق، إجابته بسيطة جدا. الإعلامي إذا خلى قلبه من العشق للمهنة صار أجوف، وترك المهنة ومضى في سبيله إلى أي شيء آخر. لكن أنا يملكني الشغف الشديد بالإعلام، كلمة مسموعة أو مرئية أو حتى مقروءة، على أساس أن أنا كاتب أساسا صحف. الكتابة هي التي أوصلتني للتلفزيون. نعم. وأوصلتني أيضا للراديو. وبالتالي لازم أقول لك أنه عشقي الطويل لهذه المهنة هو اللي خلاني، مش عايز أقول أتصدر، إنما حاضر وموجود بكلمتي المنطوقة أو المرئية أو المكتوبة. وأنا بوضح الكلام بلغة سهلة وبسيطة، لأن لازم أقول لك إن من المهم جداً في الراديو أو التلفزيون أن يكون الإنسان واضح الكلام، مخارج الحروف أصلاً. ليه؟ لأنه ست نجات كانت تكلم الأستاذ عبد الوهاب وتقول له: أستاذ عبد الوهاب، أنا لقيت غنوة جديدة. يقول لها: قولي لي بتقول إيه كلمات؟ تقول له: بتقول فيقول لها: بتقولي إيه يا نجات؟ تقول له: استاذ عبد الوهاب، ما انا بحكي لحضرتك اهو، الكلام بيقول شاعر كذا كذا كذا. قال لها: يا نجات، اس الحروف احساس. يا سلام. فبدات نجات بناء على هذه النصيحه تقول الكلام بهدوء وهي بتس الحروف احساس. انا عايز اقول لك ان انا احيانا بشوف مذيعات على الشاشات، اسال اي حد جنبي: هي قالت ايه؟ انت فهمت حاجه؟ هي علقت وقالت ايه؟ ما فهمناش حاجه. كده. ولهذا انا اللغه الفصحى اساس لدي، بعشقها. نعم. وفي نفس الوقت بسأل الحروف احساس دون ان اتقيد بشيء. نعم. من هنا ردا على سؤالك، العشق في قلب الإعلامي يطيل عمره، والباقي من عند الله. الباقي موهبة. طيب أستاذ مفيد، يعني أنت عاصرت عمالقة الفن المصري والعربي، وكثير سويت لقاءات سواء متلفزة أو صحفية تكلمت فيها عن علاقة الراحلين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، وأنا عندي توصية إن عايزين نعرف هو اتجوزها ولا ما اتجوزهاش. لا، انا هرفض اجابه على السؤال. ليه؟ ومع كل الاحترام ليكي، ليه؟ لا يمكن اقتزال مسيره فنان بحجم عبد الحليم حافظ
أجمل نبرة عربية على الإطلاق، ومسيرة فنانة في ضوء لن تتكرر ونجومية وقامة وحلاوة وأداء سعاد حسني في كعبلة عاطفية. اتجوزها ولا متجوزهاش؟ لحظة، أنت قلت كعبلة عاطفية. مش بالضرورة أنه إيه أن أنا أقول يعني نقدر نقول نزوة. أصل هذا السؤال أنا رديت عليه 611 مرة. نخليهم 12 مرة. ما أنا راح أقول لك، وبعدين حسيت قلت ما الذي يمنع أن أنا في أي سؤال من هذه الأسئلة أقول ليه نختصر هذه القامات بمشاورها في تجربة أيا كانت، سواء اتجوزها ما اتجوزهاش، ماذا سيحدث في المدينة؟ ما الذي سيحدث في قشرة الكرة الأرضية؟ شوف أنا بقول لك سؤالي إيه؟ ما الذي سيحدث في قشرة الكرة الأرضية؟ أي شيء في المناخ سيتغير إن تزوجها أم لا؟ والله خصوصاً الحين مع الجيل الحالي ترى ما يفرق، لكن برضو الفضولية والحشرية يعني عند الناس دايما. أنا محترم الحشرية، محترم الفضولية، بس إذا سئلتي بترجاك تجاوبي بالمنطق ده. إنه عيب نختصر دول اتنين من أكبر فنانين العالم العربي في حدوتة شخصية. خدي بالك، في حدوتة شخصية. خلاص أنت جاوبت على العموم، أنت جاوبت، وأتوقع يعني الإجابة كانت واضحة للجميع. نبي نتكلم الحين عن العمل الصحفي. بدايتك بالصحافة كانت بالخمسينات، بال59 على ما أعتقد. يعني في فترتها كانت ما أدري الأجواء شلون كانت بمصر، حرية الصحافة شلون كانت، هل كنت مقيد نوعا ما؟ يعني أنت عاصرت كل أنظمة الحكم. أنا عمري ما كنت مقيد. ولا عشان اخترت الفن؟ لا أبدا، ولا وعمري ما اخترت الفن. الفن ده أحد الفروع أو المشاوير في حياتي، لكن أنا أساسا اخترت الحوار أسلوبا ومنهجا في حياتي. حوار بين عمرو موسى لليلى رستم، من لبنى عبد العزيز أسامة الباز، يعني اخترت الحوار مع شخصيات يمكن أكتر من 500 حوار أجريتهم. آخر مرة جمعت 50 منهم وعملته في كتاب سميته اسمح لي أسألك. أنت تعلمين طبعا أنه راقد في الوجدان المصري سؤال خالد على لساني اسمه اسمح لي أسألك. كنت بسأل فيه الناس، يعني شوفي قد إيه في الزمانات الأولى كان في الإعلام إن أنا أستأذن حد بكلمه حتى لو كان بواب قاعد على الباب. طبعا تعلمين إنه حديث المدينة ما كانش فيه استوديو عندي. أنا كان الاستوديو بتاعي في الشارع بالظبط. حلو، بس الحين الإعلام اتغير، يعني حتى مقاييس المهنية اتغيرت. وعلى قولتك أنت كنت زمان بتستأذن الناس، دلوقتي بقينا بنفضح الناس على اعتبار أن هذه صحافة وإعلام. عارف أي السبب؟ الأخ ده افتكرتك هتطلع المحفظة. لا لا لا، المحفظة مش هطلعها. أهم لا مملكش أطلعها قدامك. المحفظة لا ما أقدرش أطلعها. كان هو السبب ده. ده قاد الإعلام إلى الضحالة لانه انسحب الكتاب. ليش؟ هذه تقنيه، يعني احنا ليش نسيء استخدام التكنولوجيا؟ ده سهل الحياه. انما ما اصبحش هو تركيبه ذهن الاعلامي. الاعلامي معارف، دماغ، ليس لي من موهبه على الاطلاق سوى ان امي في بدء عمري حرضتني ان انا اروح مكتبه البلديه عشان اجيب كتاب واقراه. وصار الكتاب منهج في حياتي. عشقت الحرف، عشقت الكلمه، ولذلك ادمنت الصحافه.
أنا اشتغلت في الصحافة بطريقة غريبة. شلون؟ أنا رحت أتمرن تدريب وأنا طالب في الجامعة في روز اليوسف، فقالوا لي أحد الشخصيات قال لي خش قول للست فاطمة اليوسف حمد الله على سلامتك. قلت له ليه مالها؟ قال لي عملت حادثة ورجلها مربوطة بالجبس ومداها كده. فأنا رحت جايب قلم فلو ماستر وكتبت على رجلها على الجبس أتمنى أن أكون صحفيا معروفا، شرطة 12 اسود. يعني ايه 12 اسود؟ ده البنط اللي أنا عاوز ينشر به الكلام ده. فأحمد بهاء الدين وهو أحد القامات المستنيرة في الصحافة قال لي في حد في الدنيا يخش يقول لست يعني بدل ما يقول لها حمد الله على سلامتك أو قومي بالسلامة يكتب لي أحلامه؟ فهي سألت قالت هو كتب إيه؟ فقالوا لها قالت عينوا يا بهاء. إيش معنى؟ حست إنك جريء؟ نعم برافو عليك. حست إن لدي الجرأة، لدي الشخصية يعني في ذلك الوقت وأنا طالب في الجامعة. فأنا عينت ب 12 جنيه و80 قرش أول مرتب خدته في 1 يناير 57. ما شاء الله عليك ذاكر التاريخ. نعم طبعا بالضبط. أصل دي تواريخ لها لا تاريخ لا تنسى. وبدأت وقررت أن أنا أحقق الحلم. الحلم في العمل الصحفي أو المهني أو الإعلامي هو أن تعلمي وتعيش الحلمك. فصار حلمي منهج حياة وأسلوب. طيب يقول لك يعني ساعات الواحد لازم يحلم على قده، تؤمن بهذه المقولة؟ لا. يقول لك مد رجليك على قد الحافة. لا ده مثل عامي مصري يعني يرمز إلى الخنوع. ليش؟ أنا بمد رجلي خارج اللحاف وإلا ما كنتش وصلت لهذه الدرجة أن أنا قاعد. أنت عانت. أنت نعم. كنت عنيد. العند في الحق جزء من شخصيتي، العند مع نفسي جزء من طبيعة كيف أحقق ما أريد. العناد هنا ليس عنادا أسود. مش عناد زوجة مع زوج متخلف. ولا هو عناد من أجل العناد، إنما هو عناد لإثبات الذات، أن يكون الإنسان صخرة ما يقاومه طالما أنه ما لا يقتله يقوي. حلو. طيب شلون صرت وايد قريب من الفنانين إذا كان الفن جزء وليس كل المجال اللي أنت كنت متخصص؟ أنا ما كنتش محرر فني. من هو المحرر الفني؟ بس أنت كنت صديق للفنانين وكنت وايد مقرب وموجود في معظم الجلسات. حسين عبد القدوس كان صديقا لكل الفنانين. أحمد بهاء الدين كان صديقا لمجموعة منهم، عبد الوهاب وفتن حمامة ست فيروز. مصطفى أمين كان صديق عبد الحليم الخاص جدا الشخصي. علي أمين كان تقريبا مستشار سيدة فتن حمامة، يعني أي حاجة فتن تكلمه فيها يرد لها يقول لها. في ذلك الزمن كان الفنانين صداقتهم جزء من حلاوة المهنة. كان لكن مجتمع. في مهنة لكن في عمل في الصحافة اسمه فلان محرر فني. يعني يروح يعمل حديث سين جيم أو ينزل أخبار أنا حتى الآن حتى الآن بختبر باستمرار حماسي للمهنة. أنا خلاص ما زلت من أيام أنا كنت في الإمارات وقد طلبت من الفنانة الراقية الدمسة خفيضة الصوت صاحبة الصوت الجبلي ديانا حداد أن أجري معها حوارا. وأجريت. عاد أنت ونشر. ما تمدح الناس وايد، يعني أنت ما بتديش حد أكتر من حجمه. نعم. هل هذا تغير في الأسلوب الصحفي لحضرتك؟ لا هقولك ليه. لأننا
اسلوبي في الحياه 2 صاد. يعني ايه 2 صاد؟ 2 صاد صادق صادم، صادق وصادم، صادق وصادم. طب صادق وهو ما يحتاجه الاعلام العربي. انا مثلا النهارده في الجلسه اللي حضرتها اللي كان فيها المذيعات الجميلات تمنيت ان انا اقف واتكلم واقول ليا طلب واحد خدوه كتوصيه. حلو. الا يجلس على كرسي المذيع الا مذيع، والا تجلس على كرسي المذيع الا مذيع. اما ان الفنانين يجلسون على مقاعد المذيعين فهذا ليس شيئا جيدا، غير ان في الامر شيء اسمه السوق ومتطلباته. بس على فكره يعني برضه ما يمنع، هو وظيفه المذيع هي وظيفه جاذبه، وظيفه جاذبه يعني جذابه. ايوه، فيحبوا انهم يشتغلوا، ليش لا؟ لكن شيرين مش 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 مش, مش مذيعه، ما عندهاش مهنيه المذيع. لقيت صدت عليها اخطاء لكن مثلا صوتها جميل. شيرين عبد الوهاب صوتها جميل ومصري. ايه؟ كنها تقعد على كرسي المذيع، انا رايي ان ده غلط. انت رافض وجود شيرين طبعًا كمذيعه؟ طبعا. الفنان الجميل اشرف عبد الباقي قمر ودمه خفيف جدا كان يجلس على كرسي المذيع، هذا شيء غريب بالنسبه له. حسين فهمي فنان شديد الرقي، ماله هو ومال المهنه بتاعت السؤال والاجابه والمبغت والذكاء والمعلومه والسؤال المعلومه. ده علم يا غاده، الاعلام علم. طيب مش هزار. بيطلبوهم ليه في البرامج؟ لانه قلت لك ان الاعلام هو سيده الاعلان بالنون. هنطلع المحفظه. نعم. بقى دلوقتي. نعم. ونمره 2 نمره 2 ده سوق عرض وطلب. اي معناته شنو؟ معناته ان المذيعين الحقيقيين ما لهمش سوق؟ في مصر 18 كلية بتدرس إعلام. الناس اللي هتخرجوا دول اللي دارسين مهنيا المهنة هيروحوا فين؟ اشتغلوا بوابات عمارات؟ عشان كده أنا بقول لك المهنة، يعني أنا من جيل ما كانش بيحصل ده أبدا. أول مذيعة التقيت بيها هي سميرة الكيلاني، أعظم قارئة نشرة في تاريخ مصر. بعد كده التقيت بالسيدة ليلى رستم، وكنت معدا لبرنامجها نجمك المفضل. ثم التقيت بالسيدة سلوى حجازي، وكنت معدا لبرنامجها تحت الشمس. ثم التقيت بسمير صبري، وكنت معدا للنادي الدولي. نعم، ما هو سمير صبري مش شغله. ما انا بقول لك، ما انا سمير صبري بدأ الحياة مذيعا في الراديو، شفتي؟ وبعدين انتقل للفن. ثم بعد كده اشتغلت كاتب سيناريو مع حمدي أنديل. ثم طلبت السيدة سامية صادق أن أذهب للشاشة. فذهبت. حلو. طيب احنا علشان الوقت ضيق وموجود معانا عملاق كبير في الإعلام العربي، عايزين ناخذ منك سر من الأسرار اللي ما صرحت فيه قبل كده في أي قناة ولا كتبت عنه، نطمع بهذا السر. قبل كده لازم أقول سطرين مهمين على الملتقى الإعلامي. تفضل. أنا رأيي أنه تدعيم سمو رئيس الوزراء أنه يروح يحضر وهو مشغول وهو عنده اجتماع مع مسؤول، ده شيء يعتبر كبير، ده تدعيم لقوة واحترام للإعلام والإعلاميين واحترام للضيوف. أنا احترمت ضيوف يعني مجيئه تماما، واحترمت الموعد. لأن خلينا أقول لك أن المسؤول في العالم العربي موعده من أسوأ ما يمكن. هذا الرجل في دقيقة
صح. بصيت كده لقيته داخل من جنبي كده. نعم، يعني ما شاء الله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جعفر المبارك. نعم. كان وقعد ودائما دقيق مواعيده. ثم قام وقال كفايه، السلام عليكم، كملوا. وكملنا. واحنا طبعا نشكرهم جدا في الملتقى الاعلامي على تكريم برنامج ليالي الكويت، ما قصرتوا، وان شاء الله يا رب نوعد دائما ان احنا نكون عند حسن الظن. وجودك ايضا كان منور في هذا الملتقى. ربنا يخليك. ومش هنسى، عايزه سر. إيه؟ لازم اديني اي سر، مش هسيبك الا لما تقول لي سر. مش هسيبك الا لما تقول لي سر. لان هنا مجموعة أسرار يعني لسه ما شافت النور. شوفي، يعني هقولك أسرار مهنية. لما كنت أعمل حوار مع السيدة فاتن حمامة، فجأة أقول لها إيه مدام فاتن، هو عمر الشريف مجرد أن ننطق اسمه تعمل لي كده؟ ده في الراديو، ده تسجيل صحفي. تعمل لي كده؟ واذا كنت بعمل ده في التلفزيون وانا بسجله، تعمل رجلها كده، معناها ايه؟ غير. فانا كنت في الحال اغير السؤال. يعني ده كان بعد الانفصال ولا وقت الزواج؟ لا بعد الانفصال. يعني بعد ما انفصلوا صار لديها احترام الا يذكر اسم عمر الشريف وهي متزوجة. أيوة. من الأستاذ الدكتور فؤاد. نعم. ده اعترمته وظل سرا مخبوءا. مثلا عبد الحليم حافظ في لحظة من اللحظات كان ينقل أوراقا مهمة في زمن عبد الناصر في حقيبته الشخصية عشان يوديها إلى السفير الفلاني، غير الحقيبة الرسمية لوزارة الخارجية. سر لا يعرفه أحد. مثلا هل كل الفنانين كانوا بينقلوا هذه الحقيبة في ذلك الوقت؟ نيفر. عبد الناصر كان نظامه يثق في هذا الفتى العندليب. لأنه عبد الحليم حافظ في حد ذاته كان واجهة نظام، كان واجهة نظام حتى عبد الناصر. طبعا حتى السيدة أم كلثوم. إنما ما أقدرش أعمم. ما أقدرش أقول إن أي فنان ممكن. أنا بقول لك ده سر. سر يعني إيه؟ يعني في أوراق مهمة لازم تسافر إلى فلان، هو مسافر فبيكلم السفير ويعطيه هذه الحقيبة المملوءة يعني بعد أوامر الدولة. قلت لنا سر هيخلينا قاعدين كده بقى والحشرية تشتغل زيادة، ويريد كان عندنا وقت أكثر إن احنا نقضي مع حضرتك. أنا محترم حشريتك، عارفة ليه؟ لأن أنا وأنا طفل كنت حشري. وأظن أن يعني أن أعيش بفكرة تنمية المحاور جوايا. سرها هذه الحشرية. الحشرية طبعا لما تيجي تعمقيها بقى، هي الرغبة في المعرفة، هي الفضول إلى الفكرة، هي عشق الكلمة، هي احتضان الحرف، هي التأمل. كل دي بتنمي في النهاية موهبة الإعلامي. أنا للعلمك بكره جدا كلمة الإعلامي. تمنيت النهاردة وهم بيقدموني وبدوني الجائزة يقولوا المحاور فلان. أنا ألصق الألقاب إلى قلبي المحاور مفيد فوزي. إذن شكرا لك كبير المحاورين مفيد. شكرا. فوزي على وجودك معنا. شكرا يا غادة. الكويت. نتمنى إن شاء الله نشوفك دائما بصحة وعافية، وظل هذا الصحفي الشاب يعني في قلبك طول العمر إن شاء الله. تسلميلي. شكرا لك وحياك الله. ومشاهدينا راح نطلع مع زميلنا سعود أبو شهري هذا اللقاء مع طبعا فهد العليوة، ونرجع لكم من بعده مع رجل الأعمال الكويتي محمد نبيل جعفر. فخلكم ويانا.